سأخوض ربما في كواليس اللقاء، حيث خرجت الأمور عن السيطرة، شاهدنا الغازات المسيلة للدموع، شاهدنا طائرات الهليكوبتر تفرق الجماهير عبر الرياح القوية من السماء، شاهدنا أشياء كثيرة جدا، اعتداء على لاعبي المنتخب الغاني، اعتداء على الجماهير الغانية، اعتداء ربما كان سيكون لا قدر الله لولا تدخل رجال الشرطة على طاقم ميديا ان تي في اثناء تصوير الجماهير. يعني الامور خرجت صراحة عن السيطرة، واضطرت الشرطة ورجال الامن المتواجدين في الميدان لايقاف اللقاء وتوجيه اوامرهم فورا على اللجنة المنظمة وايضا للمسؤولين عن المباراة لايقاف اللقاء واخراج الجماهير الغانية من مكان التي كانت تجلس فيه لمتابعة المباراة. وبالتالي حدثت ايضا اشتباكات جديدة مع الجماهير الغانية عبر زجاجات المياه وما توفر لديهم لكي يقوموا برشق الجماهير الغانية وأيضا لاعبي المنتخب الغاني، ولكن المنتخب الغاني تمالك أعصابه. ربما تقام المباراة، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بدون جماهير نظرا لدخول الجماهير إلى الميدان نظرا للشغب الذي شهدته هذه المباراة. ولكن اليوم نحن أمام صورة حقيقية لبلد، قلنا وقلناها مرارا وتكرارا بأن ستكون هناك مفاجآت في غينيا الاستوائية. لن ننتقد هذا البلد لأن فوق طاقتك صراحة لا تلام، والغينيا قبلت بهذا الرهان وقدمت كل الإمكانيات لإنجاح العرس الأفريقي، ولكن اليوم ظهر الواقع جليا، ضعف في رجال الأمن، ضعف السيطرة على الجماهير، وإن كان ملعب مالابو ليس هو ملعب باتا، يعني الطاقة الاستيعابية لملعب مالابو وإن حدث هذا الملعب لا تفوق ملعب باتا بكثير. ولكن اليوم بغض النظر عن عدد الجماهير إلا أن السيطرة غابت، وكانت هناك أساليب لم نراها في ملاعب كرة القدم، وكانت هناك صورة تصدر. وأعتقد أن شركة الإنتاج التلفزيوني الخاصة بنقل مباريات الاتحاد أو كأس الأمم الأفريقية لم تكثر من الصور الجارحة والتي تخدش صورة الكرة الأفريقية بشكل عام، ولكن هذه هي المرحلة التي كنا لا نود أن نصل إليها، وكنا نود أن نشاهد مباريات من الطراز الرفيع في كأس الأمم الأفريقية التي قلنا الآن أصبحت تضاهي كأس أمريكا اللاتينية أو حتى لما لا كأس الأمم الأوروبية. ولكن اليوم عدنا إلى الواقع المرير، خاصة أن الإمكانيات المتاحة لهذه البطولة كانت إمكانيات نوعا ما ضعيفة، وظهرت الحقيقة بعد غضب الجماهير الغينية التي استيقظت ربما بعد ثلاثية غانا من الحلم الذي كانت تعيشه، وبالتالي كان هناك غضب كبير جدا، حتى الجماهير غادرت بالقوة وبالعنف حتى خارج أرضية الميدان ربما لإتاحة الفرصة للفريقين لمغادرة. ونحن نشاهد وإياك جلال، يعني لازالت الحوامات طائرات الهليكوبتر تحلق فوق سماء الملعب. صورة غريبة جدا عن كأس الأمم الأفريقية، صورة غريبة جدا ربما عن عالم كرة القدم، ولكن نشاهدها اليوم لأن هذا البلد يريد توفير الحماية لضيوفه. واليوم شاهدنا رجال الأمن يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على سلامة الطاقم التحكيم الخاص باللقاء، سلامة لاعبي المنتخب الغاني، سلامة الجماهير الغانية، ولكن هذه هي طاقتهم، لا يتمكنون من تقديم ما هو أفضل من ذلك لأن القدرات المتاحة إليهم هي عبارة عن قدرات متواضعة وإمكانيات متواضعة إن صح التعبير، وبالتالي فعلوا ما يمكن أن يتم فعله في مثل هذه الأحداث. ولكن شاهدنا على قسمات وجوه أعضاء الاتحاد الأفريقي، الكاتب العام الاتحاد الأفريقي المغربي هشام العمراني وآخرون، شاهدنا غضب، شاهدنا حسرة، شاهدنا ربما ألم لما حدث اليوم، لأنهم كانوا يتمنون أن يكون ختام العرس الأفريقي، وأن لم نصل لمرحلة الختام لأنها ستكون هناك في باتا، كانوا يمنون النفس بأن تكون من مسك بما قدمته غينيا كدولة لإنجاح هذه التظاهرة وأيضا المجهودات التي بذلها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.